هون يا بطل، تعال أسيا. أسيا. تعال لهون. اسمعني منيح، هلا انا رح اتركك تمام، ما رح اضربك اكثر، بس هي اخر مره بحذرك، من بعد هلا ما رح اتقرب على آسيا ابدا. ما عاد بدي اياك، نقلع من محلي. عم تقلعني ما هيك؟ هدول الضربات اللي على وشك كانوا ورقه استقالتي يا غبي. قال بده يقلعني. آسيا ردي على التليفون بقى، ردي على التليفون. فصلت بوشي، ما عم صدق بنوب. بكفي بقى، يعني أنا اللي دائما بكون المذنب؟ شو هاد يا الولد؟ قال عني إني واحد غبي، قال هالشي قدام الكل، شو ساوي يعني؟ بدي ياني ضل واقف عم اتفرج عليه؟ ما فيني ضل واقف، لازم فرجي قيمته. يعطيك العافية أخي، المدير هون؟ طيب شكرا لك. مرحبا اخي. اهلا وسهلا. اخي شكرا لانك ما خجلتني قدام حبيبتي هداك اليوم، عن جد شكرا. ليش لحتى خجلك؟ انت شرحت لنا وضعك بكل احترام، ونحن لهيك تعاطفنا معك. والله لحسن الحظ اني شفتكم يا اخي، لانه في اشخاص كتير ما كانوا رح يقدروا الوضع يلي انا فيه ابدا. بس بما انك اجيت خليني انصحك نصيحة يا اخي. انا لو كان عندي هيك قلب قوي مثلك ما كنت رح اخبي وضعي عن حبيبتي. شو قصدك يا اخي؟ يعني ما كنت خاطرت هيك بكون صريح معه وبقول له شو وضعي، وهي هيك رح تحبك اكتر. اصلا انا هي اول مرة بحياتي بعمل هيك شي يا اخي، بس بوعدك تكون اخر مرة. بالمناسبة انا جبت لك المصاري. شكرا لك مرة تانية. أوجان السلطة بتنحط بالنص، في شيء اسمه آداب الصفرة حطها بالنص، ما بتنحط على جنب. أهلا وسهلا. أهلين فيك حبيبتي. أهلين. أهلا وسهلا أبي، والله مواعيدك كتير دقيقة، ما بتغلط أبدا ما شاء الله، يعني كل ما أمي حطت الأكل بلاقيك فايت من الباب. أورهان ليش عم تضحك هيك؟ استني رح أخبركن. يلا عدو، في عندي مفاجأة لكم. شو صار أبي؟ طلع لنا شي ورثة من قرايبين ما بنعرفهم يعني؟ لا بنتي، يلا عدو رح خبركن عدو. خير إن شاء الله.